معنا اتصال الأخ عادل من جدة، حياك الله. هلا حبيبي. سم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال حبيبي. ما هو؟ السؤال حبيبي، جت لي وظيفة مرتب وقالوا لي وانت قاعد في البيت يجيك الراتب، يجيك وانت قاعد في البيت. طيب. حبيت استفسر عن السؤال. شكرا يا عادل، تفضل يا شيخ. لا، هذا لا يجوز، إذا لم تؤدي عملا فلا يحل لك المرتب، وهم يقصدون بهذا التستر من جهة الحكومة، لأن الحكومة فرضت عليهم توظيف السعوديين فيوظفونهم ظاهرا وتقية ويعطونهم دراهم ويقولون وظفناهم، والأمر ليس كذلك، الموظفون غيرهم، وإنما يعطونهم هذا الشيء حتى يقولوا وظفنا السعوديين. نعم.